شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. قبل أن نتحدث في موضوع الشعائر، لابد من مدخل لعله يعالج مجموعة من الإعضالات القائمة. وهذا المدخل هو أن موضوعات الأحكام على نحوين. النحو الأول: الموضوعات المجعولة. ما هي الموضوعات المجعولة؟ هنالك موضوعات للأحكام لم تكن هذه الموضوعات من قبل. المشرع وهو الله سبحانه وتعالى على لسان النبي الأعظم، صلى الله عليه وآله وسلم، جعل هذه الموضوعات، اخترع هذه الموضوعات مع أنها لم تكن من قبل. ربما كانت من قبل ولكن لم تكن بهذا الشكل، لم تكن بهذه الهيئة. هذه الهيئة هيئة مجعولة من قبل المشرع. الحج مثلا كان من قبل أو ما كان؟ الحج كان من قبل، في زمان الجاهلية كان الحج. الحج كان من زمان آدم واستمر إلى زمان الجاهلية. الجاهليون كانوا يحجون حول الكعبة، رجالهم كانوا يحجون ونساؤهم كن يحججن أيضا. ولكن هذه الهيئة التي ذهبتم بها إلى الحج، هذا النوع من الطواف، هذا النوع من السعي، هذا النوع من الرمي، ما كان من قبل. المشرع اخترع هذه الهيئة، جعل هذه الهيئة. إذن الحج
من الموضوعات المجعولة، يعني المخترعة بالاختراع الشرعي. الصلاة كانت من قبل، ولكن بهذه الهيئة التي صلينا بها لم تكن من قبل. في كتاب الألفية 1000 واجب من واجبات الصلاة، وفي كتاب النفلية 1000 مستحب من مستحبات الصلاة. هذا الشكل ما كان من قبل. إذن الصلاة هيئة مجعولة، موضوع مخترع بالاختراع الشرعي. زين، في هذه الموضوعات إلى من نرجع؟ نريد أن نحدد كيفية الحج، إلى من نرجع؟ نرجع إلى العقل؟ لا. نرجع إلى الناس؟ لا. وإنما في هذه الموضوعات نرجع إلى الشارع. نطرق باب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ونقول له: سيدي ومولاي، كيف نصلي؟ فيعين لنا كيف تصلي. نطرق باب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: سيدي ومولاي، كيف أزكي؟ الإمام الرضا صلوات الله عليه يبين لي كيف أزكي. هذا هو النوع الأول، الموضوعات المخترعة. والمرجع في هذه الموضوعات هو المشرع، مو كلامنا في هذا النوع. الكلام كل الكلام في النوع الثاني، الموضوعات الممضات. النوع الأول الموضوعات المخترعة، النوع الثاني الموضوعات الممضات. وبعبارة أدق وأشمل، الموضوعات غير المخترعة، غير المجعولة. الشارع ما عنده جعل في هذا الموضوع. الشارع يطرح موضوعاً ويطرح حكماً، ولكن ما يمس هذا الموضوع لا سعة ولا ضيقاً، لا توسعة ولا تضيق. الوضوء بماذا يكون؟ الوضوء يكون بالماء. الماء مطهر، الماء موضوع مطهر حكم شرعي. زين، شنو الماء؟ آتي إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، أطرق عليه الباب: سيدي ومولاي، ما هو الماء؟ الماء مو موضوع مخترع شرعي حتى تسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن ذلك. الماء مفهوم عرفي، اسأل العرف، العرف ببابك، اسأل الناس ماذا يعني الماء. الناس يقولوا لك ما هو الماء، ماء هذا البحر ماء لو مو ماء؟ إذا العرف قال لك إنه ماء، إذن يمكنك الوضوء به. المياه الكبريتية والمياه الزاجية، أنواع من الماء توجد في بعض المناطق، هاي ماء لو مو ماء؟ لمن نسأل في ذلك؟ نسأل العرف، نسأل الناس. إذا الناس قالوا هذه المياه ماء، إذن يمكن الوضوء بها. وإذا قالوا إنها مو ماء، إذن لا يمكن الوضوء بها. هذا النوع الثاني، الموضوعات الممضات أو
الموضوعات غير المجعولة، الموضوعات غير المخترعة. هنا نقطة محورية، هذه النقطة هل يجب أن يكون هذا الموضوع، النوع الثاني، الماهيات غير المخترعة، الحقائق غير المجعولة، هل يجب أن يكون في عهد الشارع، في عهد المشرع؟ واجب يكون؟ لا مو واجب يكون. الشارع حسب الاصطلاح العلمي يطرح القضية، يجب أن ندقق في هذه النقطة لأنها محورية في موضوع الشعائر. الشارع يطرح القضية على نحو القضية الحقيقية، مو على نحو القضية الخارجية. قضية الحقيقية يعني شنو؟ المولى يقول من أنار مسجداً فله كذا وكذا من الثواب العظيم عند الله. الإنارة في عهد النبي صلى الله عليه وآله بماذا كانت؟ شنو كانت؟ بالشموع. ولكن الآن الإنارة بهذه المصابيح الكهربائية، إذا واحد أنار المسجد بهذه المصابيح الكهربائية ما إلى ثواب عند الله؟ تقول أنا أشوف في زمن النبي كانت هنالك شموع، فأنا الآن أجيب إلى المسجد شموع، هذا مو منطق مقبول، لأن كلمة من أنار مو قضية خارجية، قضية حقيقية، يعني كلما تحقق مصداق لأنار الحكم يحمل على هذا المصداق. مثال آخر، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقد التأمين كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله؟ كان أكو تأمين على الحياة؟ لا. إذن أوفوا بالعقود ما يشمل عقد التأمين؟ راجعوا كلمات الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين منهم، الفقهاء يقولون لا، العقود قضية حقيقية، أي عقد من العقود في أي زمن من الأزمان أوفوا بالعقود يشمله. إذن هذه الآية تشمل عقد التأمين وتشمل العقود الجديدة التي تتجدد يوما بعد يوم. نأتي إلى الشعائر. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر شنو هي؟ الشعائر يعني معالم الدين، العلامات التي تسوقك إلى الله، تأخذ بيدك إلى الله. حدد الشارع شنو هي الشعائر؟ حدد لو ما حدد؟ ما حدد. تصرف في هذا الموضوع؟ لا. أكو عندنا رواية تقول ما هي الشعائر؟ لا. إذن هذا الموضوع موضوع من النوع الثاني. إذا كان موضوع من النوع الثاني فكل شيء كان من شعائر الله. كان في زمان الإمام الصادق أو ما كان في زمان الإمام الصادق، الآية إذا انطبقت فهذه الشعائر تعظيمها تعظيم لله، تعظيم للدين، دليل على تقوى القلوب. اللطم كان في زمان الأئمة صلوات الله عليهم لو ما كان؟ الجواب نعم كان. أولا نفرض أنه ما كان،
نفرض أنه ما كان، لا يضرنا ذلك، لأنه كلمة من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ما تحددت في شكل معين، كل شكل يؤدي إلى هذه النتيجة فهو مرضي عند الله وهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. تعالوا إلى هذا البلد، وتعالوا إلى كل البلدان الإسلامية وغير الإسلامية. أنتوا الآن جردوا الكويت من مجالسها. في الكويت ماكو حسينيات، في الكويت ماكو مجالس، في الكويت ماكو مآتم. هل يبقى هنالك شيء لو جردنا بلدا من البلدان عن كل هذه الأشياء؟ احنا كيف تربينا؟ احنا القاعدين هنا، من الذي ربانا؟ الإذاعات هي التي ربتنا وساقتنا إلى الله تعالى، التلفزيونات هي التي ساقتنا إلى الله تعالى. من اللي ساقنا إلى الله غير مجموعة من الأشياء، ومن جملتها هذه الشعائر بمختلف أنواعها. هذه الشعائر هي التي أبقت الدين حياً في النفوس. وإحنا إذا عدنا شوية معرفة بالدين فإنما هو ببركة هذه الشعائر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن الآن على أعتاب محرم، عام كامل من عمرنا ينقضي وتبدأ سنة جديدة، تبدأ بمحرم الذي هو شهر الحزن والعزاء والشعائر الحسينية. في هذا الشهر المبارك ينبغي على كل واحد واحد منا أن نهتم بتعظيم هذه الشعائر. تعظيم يعني شنو؟ يعني أن نوفيها حقها. المجالس يجب أن تؤدى على أفضل وجه، المنابر يجب أن تقام في كل صقع وناحية، هذه الشعائر يجب أن تبقى، لأن بقاء الدين منوط بهذه الشعائر. كل خطوة، كل حركة، كل قطرة دمع، كل مشاركة ولو كانت صغيرة كلها مكتوبة عند الله ومسجلة عند الله. قطرة من الدمع، من بكى على الحسين صلوات الله وسلامه عليه كل عين تأتي باكية يوم القيامة، كل العيون باكية إلا عين بكت على مصاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وعين بكت من خشية الله، وعين ثالثة. هذه العيون الثلاثة تأتي قريرة يوم القيامة. المشاركة ولو بهذا المقدار، ولو بالحضور إلى هذه المجالس، كله مكتوب عند الله. ليستصغر واحد شنو قيمة هذه الدمعة، وشنو قيمة هذا الحضور، وشنو قيمة هذا الكتاب الذي أطبعه حول شعائر الحسين صلوات الله عليه. كلها لها أعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط الإخلاص، بشرط أنه واحد يسوي هذه الأعمال مو مدل بعمله، إنه لا يصعد
من عمل المدل شيء. رجل كان يخدم في حرم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا وإياكم زيارته في القريب العاجل إن شاء الله. كان يخدم هناك، يقوم بشؤون الزوار، الأفراد الذين يأتون يقوم بشؤونهم. بعد مضي مدة تقلبت به الأيام والليالي وأصبح محتاجاً، فكر ما الذي يعمل؟ كلما طرق باباً من الأبواب لم يفتح له باب. فكر في ذلك اليوم أن يذهب إلى الهند. الهند في ذلك الوقت كانت مركز التجارة العالمية، أو مركز مهم من مراكز التجارة العالمية. هذه الثروة يجب أن لا ننخدع بها. يوم هؤلاء الذين تجدونهم الآن يعيشون في أشد الفقر، يوم من الأيام الثروات كانت بأيديهم، من بقية البلاد كانوا يأتون ويخدمونهم، ولكن وتلك الأيام نداولها بين الناس، لننخدع بكم دينار في أيدينا. هذه الثروة لا تبقى، وتلك الأيام، هذا مو كلامي، هذا كلام الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الإنسان قبل ما تروح من يده القدرة يجب أن يعمر آخرته، حتى لا يروح هناك ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال أروح للهند. ذهب إلى الهند، دخل على شخص راجة من الراجوات المهمين اللي كان يأتي إلى العتبات، وكان هذا يخدمه. دخل عليه وقال له ليش جاي للهند؟ قال في الواقع أنا افتقرت وأحتاج إلى مال. قال له أنا مستعد أعطيك كل ما تريد، ولكن تهديني سلاما واحدا من سلامك على أبي عبد الله الحسين. عندما كنت تمر وتشاهد تلك القبة المباركة وتقول السلام عليك يا أبا عبد الله، كل ما تريد من الثروة أعطيك، ولكن تهديني سلام واحد من سلامك على أبي عبد الله. قال له ما يخالف. فكر فكر، سلام كلش متواضع، لأن إحنا أحيانا نقوم بأعمالنا بتوجه بإخلاص، وأحيانا هالشكل اللي حقيقة صلواتنا تحتاج إلى استغفار، يعني بعد ما ننهي الصلاة يجب أن نستغفر الله من هاي الصلوات اللي نصليها حقيقة. إذا كنا نكلم ملك من الملوك ما كنا هالشكل نكلمه، ونتكلم مع الله وفكرنا منا ومنا. على كل حال فكر سلام في يوم من الأيام كلش متواضع. قال سلام ذاك اليوم أعطيه لك. زين كم تريد؟ 100 دينار مثلا، 100 روبية أخو. في الليل رأى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا الرجل الذي أهدى سلامه إلى ذاك الراجل، قال له الإمام كل سلامك لم يقبل إلا هذا السلام. قال ليش يا أبا عبد الله؟ قال لأنه بقية السلامات كنت تقوم بها وأنت مدل بعملك. أنا اللي عملت هذه الأعمال، كأن الله يحتاج إلنا. الله مو محتاج، سيد الشهداء مو محتاج، إحنا المحتاجين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، سيد الشهداء لا يحتاج إلى بكائي، أنا الذي أحتاج إلى هذا البكاء.
حتى آتي يوم القيامة وعيني قريرة يوم تكون كل العيون باكية. أنا اللي أحتاج أذهب إلى مجالس سيد الشهداء صلوات الله عليه حتى آتي يوم القيامة وقلبي يوم تموت فيه القلوب. هذا القلب الذي يحضر مجالس سيد الشهداء كان حياً بذكر سيد الشهداء في الدنيا فيكون حياً أيضاً في الآخرة. هذه الحياة تنتهي إلى تلك الحياة. مو محتاجين إلنا، بتواضع نقوم بأعمالنا مو بإدلال. ولكن ذلك اليوم مررت على الصحن المبارك وأنت في حالة ما كنت متطهر، رأيت ذلك الضريح وتلك القبة وأنت خجل لأنك ما كنت متطهر في حالة غير طبيعية، فدنجت راسك وغضضت من طرفك وقلت بكل خجل: السلام عليك يا أبا عبد الله، هذا السلام هو الذي قبل منك. استيقظ من المنام، راح إلى ذلك الرجل: أريد أفسخ المعاملة، أخذ ربياتك وأرجع لي سلامي. قال الرجل: أبداً، المعاملة تمت، أوفوا بالعقود، ما أرجع. إحنا إن شاء الله إذا رحنا في تلك النشأة زالت عنا غواشي هذه النشأة، نفهم أن كل قطرة صادقة شنو قيمتها عند الله، وكل دمعة وكل خطوة وكل مشاركة شنو قيمتها عند الله. إذا سلام بإخلاص، سلام بإخلاص له هذه القيمة عند الله، فما هو بالك بمن يقيم مآتم الحسين صلوات الله عليه؟ ما بالك بمن يطبع الكتب التي تعظم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. رجل في إيران، هذا الرجل الحقيقة هذه الأشياء كلها منظورة لهم، إذا هم ما يحضرون بأنفسهم فهي منظورة لهم. إني والله، الإمام صلوات الله عليه يقول: لأحب تلك المجالس، يحبونها. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. رجل كان يأتي فوق المنبر خطيب، ما كان يقول إلا ست كلمات فقط، ست كلمات كان يقولها فوق المنبر، وإذا بالمجلس كل ينقلب بالبكاء. عجيب، شنو كان يقول؟ كان يجي فوق المنبر، يجلس على المنبر ويقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، فقط السلام عليك يا أبا عبد الله، ست كلمات، وإذا بالمجلس كل يضج بالبكاء. عجيب حقيقة هذا التأثير. سألوه شنو السر في ذلك، قال: في الواقع أنا كنت في أيام شبابي في كاشان في ليلة العاشر من المحرم، ذهبت وقرأت وعدت إلى بيتي في منتصف الليل، حوالي منتصف الليل، منهك متعب. هنيئاً لأولئك المتعبين في حب الحسين صلوات الله عليه. الإمام الصادق أو الإمام الرضا قال: اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس في حب الحسين صلوات الله عليه. عدت منهك متعب إلى بيتي، جاءني شخص، شيخنا أو سيدنا: أكو مجلس في بيتنا، تعال إلى هذا المجلس. قلت: أنا متعب ما أقدر، توسل بي. يقول: إجيت إلى بيته
شفت أي واحد ماكو، هو وحده صاحب البيت، أي واحد ماكو، واضع كرسي. قلت تفضل. قلت له لمن أقرأ؟ قال اقرأ لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فيقول أنا مصعدت فوق المنبر وبدأت كلامي بقولي السلام عليك يا أبا عبد الله، وإذا بي أسمع صوت بكاء نساء. يقول ماكو نساء في المجلس ولكن أسمع صوت بكاء. تغيرت حالتي ونزلت من المنبر وذهبت إلى البيت. في تلك الليلة رأيت في المنام قائلا يقول لي إن السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كانت حاضرة في ذلك المجلس. ومنذ ذلك اليوم بمجرد ما أقول السلام عليك يا أبا عبد الله أجد هذا التأثير في النفوس المؤمنة. هذه الأيام تنقضي، أعمارنا تنقضي، ولا يبقى لنا عند الله إلا هذه الأعمال. اعمل ما شئت فإنك ميت. بعد أيام سوف نغادر هذه النشأة، فيجب أن نتزود هنالك حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الأيام المباركة للمشاركة في عزائهم، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وأن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي